أما ما ذكر، هل هناك قول يقول بأن المسح على الخفين حدد بخمسة فروض لا يزيد عليها؟ هل هذا قول؟ أو أن المدة تبدأ من اللبس؟ هل هو قول؟ فالجواب عن هذا، ليعلم أن المسح يبدأ بعد الحدث على الصحيح من أقوال العلماء، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد. وهناك من يقول يبدأ المسح من الحدث، وهو المشهور مذهب الإمام أحمد والشافعي، ويستدلون على ذلك بزيادة في حديث صفوان ابن عسال من الحدث إلى الحدث، لكنها لا تصح كما قال النووي في المجموع. أما على ما رجحناه من أنه يبدأ من المسح بعد الحدث، للأحاديث الواردة في صحيح مسلم من حديث علي وغيره التنصيص على المسح. وهناك قول للأوزاعي وحسن البصري من أن المسح يبدأ من اللبس. وهناك من يقول، وهو قول الشعبي، يمسح خمسة فروض لا يزيد عليها، لكن الصحيح هو القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق الحكم بالمسح ولم يعلقه بالحدث كما هو المشهور عند الكثير، ولا باللبس ولا بالعدد. ولا أعرف قولا أنه يبدأ من المسح مطلقا سواء سبقه حدث أم لا. ولعل بعض المعاصرين أخذه من إطلاق بعض الفقهاء، فظن أنه يعني المسح يبدأ من المسح سواء سبقه حدث أو لم يسبقه، والعلم عند الله.